ممتاز ممتاز يا كابتن هاني، يعني سؤالك جميل جدا جدا. احنا بنقول في حاله بناء، يعني في حاله بناء يعني الفرقه بتحضر وتبتدي تنتقل مثلا من ثلث الدفاع لثلث الاوسط وبعدين تروح تجيب جون. لا، طالما الهجمه دي من بدايتها لنهايتها حصل منها هدف، وفي قبل الهدف كان في مخالفه، عندنا حاله. وهقول لك حاله جميله جدا جدا، وليه الفار ما تدخلش؟ ليه الفار ما تدخلش؟ يعني الفار ما تدخلش طالما ان الخطا اللي جه ده ما جاش اثناء الهجمه، ممكن يكون جه قبل الهجمه، يعني قبل البناء. الهدف اللي جه في تقريبا في مباراه النادي الاهلي برضك، كانت الاهلي وجونه، كان في واقعه ان احمد فتحي قالوا انه ارتكب مخالفه مع اللاعب اللي هو المهاجم بالظبط، وبعدين راحت رجعت للشناوي. لا، ما رجعت للشناوي، دي بقت لعبه جديده خالص. الفار ما قدرش يتدخل. بدات لعبه جديده. الشناوي بقى راح عمل باص مره، لقطه اتنين جون، هدف صحيح 100%. الفار ما تدخلش، دي من خلال الحاله هنشوفها. انما هنتكلم في ركله جزاء او مش ركله جزاء، بنتكلم في هدف او ليس هدف، بنتكلم في البطاقه الحمراء مباشره وليس الانذار الثاني، عشان بس الناس تبقى عارفه. عندنا برضه حاله في الدوري المصري حصلت، جدل كبير جدا جدا. طب انت بتدي انذار ثاني، طب انت مش من حقك تدي انذار ثاني لان راح للفار بالظبط، وكان انذار ثاني اعتقد كان احمد فتحي اعتقد او لاعب النادي الاهلي. بنقول لما الفار بيجيبك يا كابتن هاني، انت حضرتك حكم الميدان وانا كفار، هستدعيك في البطاقه الحمراء فقط لا غير، هستدعيك وليس الانذار الثاني. الانذار الثاني ما اقدرش استدعيك فيه. يعني ايه؟ يعني انا اقول لك يا كابتن هاني من فضلك احتمالية في بطاقه حمراء للاعب، يعني اللاعب ارتكب خطا يستوجب البطاقه الحمراء. ده تدخلي. طيب يستوجب بطاقه حمراء نتيجه لعب عنيف، لعب سلوك، يعني استخدام قوه زايده في حاله من الحالات، ايذاء لاعب، انا شفت انت ما شفتش، فبقول لك احتمال بطاقه حمراء. ده تدخل مني كفار وليس الانذار الثاني. ما اقدرش اقول لك اللاعب دوت اديله انذار، دي من ده من ضمن بروتوكول الفار، ده البطاقه الحمراء مباشر. طب سؤال دلوقتي، في لاعب اخطا